ايه هي التشنجات الحراريه؟ هي تشنجات بتحصل لما درجه حراره الطفل تعلى عن 39، فالحراره تاثر على جزء في المخ فالطفل يحصل التشنجات. ممكن التشنجات دي تكون بدايه لصرع او تكون بدايه لنقص كبير جدا في نسبه الكالسيوم في الدم، ودي حاجه مقلقه بالنسبه لامهات كتير، وساعتها لازم يعرفوا ازاي يتصرفوا مع ارتفاع درجه الحراره عشان ما يدخلش طفلهم في التشنجات الحراريه. هي ارتفاع شديد في درجة الحرارة، درجة حرارة الجسم تقريبا بتوصل من 39 ل 40. تاني حاجة التشنجات، الطفل ايديه ورجليه عمالين يتحركوا بشكل عنيف جدا زي بعد الشر طبعا الصرع او نقص الكالسيوم العالي في الجسم، ساعتها بنفكر ان الطفل ده دخل في تشنجات حرارية. السن الرئيسي او السن المشهور جدا للتشنجات الحرارية هي من اول سن 6 شهور لحد سن 6 سنوات. السن ده من اكتر الاعمار اللي التشنجات الحرارية بتزيد فيها، وتقريبا عند 9 شهور او عند سنة هو ده اكتر سن بتحصل فيه التشنجات الحرارية. اولا لازم انزل درجه الحراره بشكل سريع جدا، باخد الطفل بحطه تحت الكمادات او احطه حتى ياخد دش، حتى لو دش بسيط عادي، الدش الفاتر، الميه الفاتره العاديه، وساعتها درجه الحراره بتبدا تقل. ممكن لو انا عندي البوز في البيت او عندي خافض حراره انا عارف جرعته ممكن ادي على طول، وده مهم جدا ان كل ام لازم تكون عارفه ازاي انزل درجه حراره ابني وايه الجرعه المناسبه ان انا انزل بيها حراره ابني. ساعتها اول ما تحصل التشنجات الحراريه بنزل بحاجتين، الكمادات، وتاني حاجة انزل بخافض الحرارة سواء لبوس او دواء شراب، بحيث ان درجة حرارة الجسم تنزل والتشنجات دي ما تفضلش مستمرة. التشنجات الحرارية زي ما قلنا بتحصل من سن 6 شهور لحد سن 6 سنوات، والحمد لله ما عندناش مشكلة ان هي تفضل مع الطفل بعد كده في حياته، الا لو الموضوع كان متكرر او في حاجة وراثية في العيلة، ان بعض الاطفال في العيلة عندهم موضوع الصرع او عندهم مشاكل عصبية اخرى، ساعتها للأسف ممكن التشنجات الحرارية تسيب اثر او تفضل مع الطفل او تكون اصلا بداية لمشكلة وما كانتش اصلا في البداية تشنجات حرارية.